بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب وصبايا، يعطيكم العافية. معكم واثق العمري، تخصصي هندسة ميكانيك من فريق الـ ABL Technologies. في هذا الفيديو راح نجاوب على سؤال كيف نصمم شعار احترافي، اللي راح أقدم لكم فيه إن شاء الله كل ما يلزمكم بإذن الله لتطلعوا بأحسن شعار لفكرتكم. صح إنه التصميم بيحتاج لخيال وتصور، مش الكل عنده هيك مهارة أو حتى بيحب هيك إشي، وأنا بعتبرها زي هواية. مش الكل بيقدر أو مش الكل بيحبها أو عنده شغف لهذا الإشي. على كل حال إن شاء الله اللي راح أقدمه راح يخلي اللي ما بيحب التصميم أو ما بيحب أي إشي من هذا القبيل حتى يعمل أحسن شعار لفكرته. لو سألنا حالنا إنه ليش الشركات بتعمل شعار إلها وبتدفع عليه مبالغ لتصميمه وحمايته، وإيش هي أنواع الشعارات أصلا؟ الجواب لحتى الشركات من خلال الشعار تعطي تعريف بسيط عنها من مجرد صورة وعن خدماتها التي تقدمها، وأيضا للتأثير على الجمهور ودفعه نحو اختيار هذه الشركة لتكون المفضلة لديه. لذلك من اللازم على جميع الشركات أن تختار شعارها بكل عناية وعدم تغييره على الإطلاق، لأن ذلك يسبب مشاكل لها. فالهدف الرئيسي من الشعار هو ترسيخ الشركة في عقول الناس، بين قوسين العقل الباطن. وأما عن أنواع الشعارات فهي 5 أنواع رئيسية. نبدأ بالشعار الرمزي. الشعار الرمزي هو رمز مصمم خصيصا لكي يعرض الفكرة العامة للشركة بأبسط الطرق، ويقع الاختيار عليه من جانب معظم المؤسسات التجارية، وفي غالب الأمر لا يحتوي هذا الشعار الرمزي على أي نص، فقط رمز يتذكره الجمهور. ومن الأمثلة عليه شركة مرسيدس وشركة شيل وشركة أبل. الشعار النصي. الشعار النصي هو شعار يعتمد في المقام الأول على استخدام النصوص ولا يحتوي على أي رسم أو رمز، ويتطلب الأمر مصممين مبتكرين حتى يتمكنوا من تقديم الشعار باستخدام خطوط مميزة توضح فكرة الشركة، وتكون في الوقت ذاته من السهل تذكرها لدى الجمهور. ومن الأمثلة على ذلك شركة ديزني وشركة فيسبوك وشركة سوني. النوع الثالث الشعار الحرفي. يحتوي هذا النوع من الشعارات على الأحرف الأولى لاسم النشاط التجاري أو الأحرف المميزة لاسم هذا النشاط، وتستخدمه بعض المؤسسات التجارية لتسهل تذكر اسم الشركة على الجمهور، وذلك إذا كان اسم النشاط التجاري طويلا جدا أو من الصعب تذكره، مثل شركة HP وشركة CNN وشركة IBM. النوع الرابع الشعار المزيج. الشعار المزيج هذا النوع من الشعارات يمزج بين كل من الرموز والنصوص، ويتطلب الأمر مهارة كبيرة لكي يتم مزج الرمز مع النص لينتج في النهاية شعار فريد ومميز يبقى في أذهان الجمهور لفترة طويلة. ومن الأمثلة على ذلك شركة بيزا هات وشركة أديداس وشركة إكس بوكس. النوع الخامس والأخير شعار الرسومات. يتضمن هذا النوع من الشعارات نوعا من الرسومات الكاريكاتيرية التي تعبر عن النشاط التجاري وما يقدمه، ويستخدم فيه المصممون الرسومات كأداة لمساعدة الجمهور على تذكر هذا الشعار. ومن الأمثلة عليه شركة KFC وشركة ستاربكس وشركة برينجلز. نظرية اختيار الألوان. نظرية اختيار الألوان تتكون من 6 قواعد أساسية، أهمها الموضح أمامكم. القاعدة الأولى يعني أنك تختار لونين يكونوا قبال بعض. النوع الثاني 3 ألوان تختارهم يكونوا جنب بعض. النوع الثالث تختار 3 ألوان كما هو موضح في الشكل الثلاثي، وكذلك الرابع. أما الخامس فهو تختار 4 ألوان لكن على شكل مستطيل، والخامس على شكل مربع. شركة أدوبي قامت بتسهيل هذه النظرية علينا عن طريق إنشاء ويب سايت اسمه أدوبي كالر. خلينا نفتح ونورجيكم كيف الآلية بكل سهولة. هاي هو الويب سايت. أنت بتختار قاعدة من القواعد اللي تكلمنا عنها سابقا. لنفرض أنه أنا حاب أحط اللون الأزرق، أو يكون اللون الأزرق من ضمن الألوان في الشعار. هو أنا مثلا لما أعمل زي هيك بنطيني إيش الألوان اللي بتتناسب أو تتناسق معه، فأنت بتختار هون يعني درجة اللون أو اللي أنت بتحبه أو اللون الأساسي أو الألوان الأساسية اللي حابب تكون فيها، هو بنطيك الألوان بتناسب معها، وكذلك بنطيك الكود تبع اللون. وكمان هنا يعني مثلا هاي قاعدة ثانية تدرج،
مثلا بدي تدرج في اللون الأزرق أو تدرج في أي لون. بنطينية وبنطين الكود كذلك معه، فالعملية سهلة وبسيطة. أصمم على الكمبيوتر ولا أصمم على الهاتف؟ هسه صراحة الأصل فيك إنك تصمم على الكمبيوتر، والكمبيوتر هو الأساس، وبنطيك خيارات عديدة غير عن أغلب تطبيقات الهاتف. لكن بدي أعرض لكم أهم البرامج بالنسبة للتصميم على الكمبيوتر، وأهم التطبيقات أو أفضل التطبيقات على الهاتف لتصميم الشعار. نبدأ بالكمبيوتر. أفضل برامج الكمبيوتر برنامج فوتوشوب وبرنامج إلستريتور، كل منهم بيختلف عن الثاني، وكل منهم يعني له خاصية، وهو هذول البرنامجين بتبعوا لشركة أدوبي. فالأساس إنك تشتغل على الشعار على واحد من هذول. وممكن تحكي لي ايش بيختلف؟ في اختلاف، وصراحة الإلستريتور هو مخصص أو مصمم خصيصا للشعارات، لكن كذلك الفوتوشوب بيأدي الغرض وبيأدي يعني بطريقة ممتازة. بالنسبة لأفضل التطبيقات للهاتف، هذول أفضل 3 تطبيقات للتصميم صراحة. أول واحد وهو الأفضل بينهم تطبيق كانفا، وبالنسبة للتطبيق الثاني تطبيق لوجو ميكر، وبالنسبة للتطبيق الثالث تطبيق شيبت. صراحة هذول الثلاثة أنا بعتبرهم أفضل إشي، وأنا جربت كثير تطبيقات، لكن هم صراحة أفضل إشي، وبنطوك خيارات واسعة إنك تبدع في تصميم الشعار. كيف أجيب عناصر وصور بدقة عالية؟ هسا أنت إذا بدك تشتغل على الكمبيوتر، الكمبيوتر زي ما حكينا برنامج فوتوشوب والإلستريتور، هم ما بنطوك يعني صور وعناصر إنك يعني تدمجهم أو تحطهم في الصورة. وهون صراحة بيجي قوة إنك تستخدم التطبيقات. يعني مثلا عندك تطبيق كانفا، يعني بنطيك عناصر وصور صراحة يعني كبيرة جدا، كل ما يخطر على بالك تقريبا، لكن في نقص، لكن النقص يعني مش كثير كبير. فالمهم انت بالنهاية الا ما تحتاج انك تروح على مواقع انك تجيب منها صور او عناصر تدمجها وتكون دقتها عالية. واهم هؤلاء المواقع هم 6 مواقع جمعت لكم اياهم، هي موضحين امامكم في الشكل. اذا حابين تعرفوا عنهم اكثر، هاي الروابط تاعتهم، ادخل عليهم وشوفوهم لتعرفوا اكثر ايش قصدي عنهم. كيف ازيل خلفية صورة؟ صراحة الفوتوشوب هو صراحة يعني في النسخ الحديثة عمل انه تحديث انه انك تزيل خلفية بكبسة زر واحد. بعض الصور لما يكون متداخل الالوان بتكون صعبة صراحة، بدك تعملها يدوي. فالاصل انك تزيل الخلفية على الفوتوشوب، تمام. لكن في كمان تطبيقات صراحة تضاهي الفوتوشوب بهذا الموضوع، واللي هي تطبيقات اللي هي موضحة أمامكم. هذول التطبيقات صراحة أفضل إشي في إزالة الخلفية، وبتسهل عليك شغل يدوي إنك تشتغله على الفوتوشوب، وبتنطيك نتيجة مرضية جدا. كيف أزيد دقة الصورة؟ صراحة دقة الصورة أنا حبيت أضيفها كإضافة، لكن للأمانة لا فوتوشوب ولا إلستريتور يعني بنطيك إنك تزيد الدقة. والدقة هي يعني زي ما بتعرفوا دقة الصورة تقاس بالبكسل. لكن في تطبيق عرفت عنه حديثا صراحة، بس مشكلته واحدة إنه كثرة الإعلانات. هو بيحاول إنه يرمم الصورة صراحة، يعني بنطيك نتيجة رهيبة. يعني في كثير صور كانت عندي إنه دقتها ضعيفة صراحة، إنه كان ينطيني نتيجة مرضية جدا، وكان يزيد الجودة بدقة يعني كويسة جدا صراحة، واللي هو تطبيق الموضح أمامكم. طبعا في نسخة جوجل بلاي وأبل ستور. كيف أغير أبعاد الصورة ومساحتها؟ بسيطة جدا، عن طريق مثلا مايكروسوفت وورد بتيح هذا الإشي. خليني أورجيكم كيف. مثلا بالبداية بنعرف كيف نعمل انسيرت لأي صورة عندكم موجودة على الجهاز. نروح على انسيرت، وبعدين على بيكتشرز، سهل جدا. مثلا هاي اللوجو بنغير مساحته أو أبعاده.
بنكبس عليها، بنكبس عليها كبسة أو كبستين يسار طبعا. وبعدين هي هون من خلال هون نقدر نحدد أبعاده، طوله، هي هون طوله وهي هون عرضه. وبعد ما حددنا طوله وعرضه نعمل اللوجو كوبي وبعدين بيست. أما بالنسبة لأهم النصائح فهي: أولا، كل ما عرفت فكرة المشروع أكثر كل ما أبدعت أكثر في التصميم. اهتم بالدقة واختيار الألوان وكذلك اختيار الخطوط. حط ببالك إنه ما راح تغير على تصميم الشعار بعد ما تخلصه، لأنه هذا الإشي زي ما حكيت قبل راح يسبب مشاكل للشركة، وفي ممكن عملاء تفقد الثقة إنه مثلا يفكروا إنه الشركة مثلا انباعت أو إلى ما آخره. فحط ببالك إنه تحط شعار خالص يظل دائم. اختر نوع من أنواع الشعارات الخمسة وابدأ بالإبداع. خذ رأي حدا ما بيعرف بالفكرة، وليكن أبوك أو أخوك إلى آخره، بحيث إنه بس يشوف الشعار يحكي لك إيش يعني، إيش شاف بالشعار، هل فعلا يعني الفكرة اللي أنتوا تشتغلوا عليها يعني قريبة من اللوجو، أو مثلا إنه بس يشوف الشعار يقولك والله الشعار مثلا مخربط، الألوان مش مظبوطة، عجوق إلى آخره. فيعني اختاروا شخص حيادي إنه يقيم لكم الشعار. صمم شعار غير متوقع، خلي الهدف إنك تعمل شعار غير تقليدي، فقوة الشعار أن لا يظهر بالطريقة التي تراها عادة. يجب أن يكون هناك شيء ملفت للانتباه في الشعار لكي يبقى الشعار في أذهان العملاء. وينصح أخيرا برسم الشعار بالورقة والقلم قبل البدء بالتصميم على أي برنامج، إن كان على الكمبيوتر وإن كان على التطبيقات. هيك بكون خلصت أهم النقاط اللي أي شخص بده يجي بيصمم شعار المفروض يكون هذول النقاط بباله ويكون عنده خلفية ومعرفة عنهم. إن شاء الله إنه تكونوا استفدتوا من الشرح، ويعطيكم العافية والسلام عليكم.